أشقاء الكرد على الأرض السورية لا يمثلهم، اسمح لي أن أقول، وحدات حماية الشعب الكردي. وهذا هذا الزعم بأنه هذا الحزب الصغير أو الكبير أو كقول البعثيين، لكن عفوا استاذ يوسف اسمح لي ان اكمل انت تعطيني ثلاث دقائق، اعطيني بعد ارد عليه. نعم. هذا يعني حزب البعث العربي الاشتراكي حتى الان يخرج علينا بشار الاسد ويخطب باسم الشعب السوري. نحن الصق بالكرد ونعرف الكرد، وليس اكثر من الاخ احمد. اخ احمد كردي من اكراد سوريا، اهلا وسهلا به، لكن السواد العام من أكراد سوريا هم يريدون، لا يريدون لا استغلال ولا انفصال ولا 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 كل الذي تمارسه وحدات التهجير اللي مسمي حالها وحدات حماية الشعب. هي حماية الشعب تشبه جيش الدفاع الإسرائيلي، يعني من حيث التسمية، من حيث التسمية. إهانات. اسمح لي اسمح لي أتكلم. لا ما عليك. طيب أنا يعني كل واحد يقول أنا حماية وأنا دفاع وأنا كذا. هو بالتأكيد أنت لا تقصد لا أقصد أنا أدافع عن الكرد، لا أهين الكرد أخي. لا أما أن تهين الكرد. لا أنت تهين حماية الشعب. أنا أدافع عنه. هي الجيش الكردي الذي هذا الدعاء. هذا الدعاء. كل واحد وحزب البعث يقول أنا الممثل للشعب السوري، ويخرج بشار الأسد ويتكلم بأنه رئيس الدولة السورية. طيب هنستمع بس ردوا على هذه النقطة. معلي أستاذ زهير، ثلاث دقائق وبنتهي. صدقتني عندي بس رجاء من دون أي إهانات سأنتقل من هذه الفكرة. طيب الفكرة الثانية اللي وردت في تقريركم مرتين أنه سوريا تحتج باسم السيادة والعراق يحتج باسم السيادة. لو رجعنا إلى تصريح فيصل المقداد ما احتج على التدخل التركي، ولا العراق كما قال الأخ الشمري احتج على التدخل التركي. قالوا لابد من التنسيق قبل التدخل. فيصل المقداد قال نحن مستعدون للتنسيق للتعاون في محاربة الإرهاب. طيب. وبالتالي هم يستدعون دول المنطقة للاعتراف به. هذه النقطة الثالثة. طيب النقطة الأخيرة التي أنا قطعتوني دقيقة أخذت من وقتي، معلش. طيب سأنهي بسرعة. النقطة الثالثة أننا يجب أن تبقى أولويتنا كسوريين بغض النظر عن الموقف التركي والموقف العراقي والموقف الأمريكي، يجب أن تكون أولويتنا الأولى هو الانتهاء من نظام بشار الأسد وأتباعه. أستاذ أحمد دشم، عفوا. نعم. هناك نقطتين تحب ترد عليها. النقطتين أساسيتين. أنا بالنسبة مع الأسف بكل صراحة يعني أنا بالأسف الشديد أستاذ بهذا المستوى، المناقشة بهذا المستوى وكانت بالنسبة للشعب الكردي وليس لأحمد أنا وليس للوحدات لحماية الشعب. حماية وحدات الشعب قوة كردية في قوة كردية سورية تحمي مناطقها، تدافع عن مناطقها، حاولت منذ 3 سنوات و4 سنوات وستحاول بأنها لا تدخل إلى حرب، هذه الحرب الطائفية الدينية، بل تحمي مناطقها وشعبها وشرفها وكرامتها. إذا كان هناك ادعاءات فليكن هذه الادعاءات إثباتات موجودة، وليكن له الحق باتهام وإدانة وإهانة قوات الشعب التي تدافع عن نفسها عن شعبها. وهذه كل العالم أثبتت، مقاومة كوباني ومقاومة كل روجافا أثبت للعالم بأنها القوة الوحيدة المعتمدة على ذاتها و تحصل على تقدمات و يعني هي القوات المعتمده الموثوقه للتعارف الدولي عالميا، ليست محليا، عالميا. وهذه الاهانات بالفعل لا اليقها باستاذي سليم بهذه الاهانات، لكن اذا كانت لهذه الاسباب اذا كانت من اجل تصرف الطول. انت لا تقصد يعني من اجل اسرائيل وكذا، يعني هذا موضوع خطير. انا اعرف ان مثلا اخوان المسلمين لديهم كانت حزب وتكلمنا عنها منذ 3 سنوات مع أستاذ سالم. طيب. كنت أستطيع أقول أنهم داعشيون، ولكن لا أريد أن تنازل إلى هذا المستوى. طيب بكل الأحوال شكرا جزيلا لك. أنا الوقت أدركنا أستاذ أحمد شمو الناشط السياسي الكردي، شكرا موصول. أستاذ زهير سالم مدير المركز العربي للدراسات الحضارية والسرطية. أنا أتمنى أن لا تنتهي الحلقة بهذا أو هذا الفقرة، لكن الله غالب يعني. نحن حبايب، إذا صار سوء ظن سوء فهم من المشرح توصي شوارب بعض. شكرا جزيلا لكم. بكل الأحوال نذهب لفاصل قصير ونكمل
ونكمل بعده إن شاء الله المنبر. لا أستاذي.